صباح الخير، رح ننتقل لأجواء موسيقية رائعة بامتياز، مش أي موسيقى، موسيقى بترجعنا للحنين للماضي، بتحاول تبحر يمكن وتتجاوز الحدود من الوطن العربي لأوروبا، ويعملوا لنا المزيج الرائع. دخوري بروجكت مشرفينا بالاستوديو، بدي أرحب بأسامة خوري. صباح الخير أسامة، أنت عازف قانون وطبعا من أعضاء الفرقة. إيليا خوري صباح الخير. صباح إيليا، أنت عازف العود وأيضا من أعضاء الفرقة، قعدت نفس المكان أنت السنة الماضية. بالضبط، حبيت القعدة، ما بتحب التغيير. أنا قعدت محل باسل. وأنت كمان؟ لا، على فكرة باسل كان هون. بقول لك والله أنت كنت هون. أوكي. باسل برضو من وجه له تحية، صباح الخير. هو مشغول، العضو المشاكس. العضو المشاكس. أهلا وسهلا فيكم. إنجازات جدا مهمة، يعني بغضون سنة كنتوا قاعدين هالقعدة وعم نحكي كيف الفكر الموسيقي عندكم مختلف جدا، وإذا بدنا نحكي هو للمتذوقين النخبة الأول من الموسيقى. إيليا، للي بيحضرنا هلا أول مرة عم بيسمع عن دخوري بروجكت، كيف ممكن نتعرف عنه؟ دخوري بروجكت، إحنا ثلاث إخوان ولاد عمان معنيين بموسيقى بتعنى أو بألوان صوتية كتير، بعناصر موسيقية كتير من كتير محلات بالعالم. نتعامل مع الشعور الإنساني العالمي بحرفية، خلينا نحكي إذا نقدر نحكي إنه شعور الإنسان العالمي واحد بكل العالم. فالبنت اللي بتحب الصين زي البنت اللي بتحب البرازيل، بس الميديوم اوف اكسبريشن، يعني العناصر، طريقة التعبير، التعبير بتختلف، العلاقة بالجغرافيا وبالدين وبالحضارة وبالثقافة وهذا الحكي كله. فاستعرنا كتير عناصر من كل هاي الحضارات وحطيناها، وبس بالآخر الموسيقى تبعتنا صوتها صوت عربي، لأنه آلاتنا موسيقى عربية، بس أي حدا بيسمع الموسيقى بتحكي معه. وبالتالي هذا الحكي خلانا نوصل لمراحل كتير حلوة، وأمننا أنه نعمل مشاريع كتير حلوة بأوروبا. كتير حلو، يعني إحنا بنقدر نحكي أنه أنتوا بتتقنوا لغات العالم، لأنه زي ما حكيت عم تجمعوا كل العناصر، ولكن بتعرفوا بتضلكم عن الهوية العربية. أسامة، في إنجازات كتير حلوة حب أركز عليها من خلال هاللقاء، يعني بديتوا بنشاط وعم بتكملوا، حاسة أنا هيك جاني إحساس أنه هاي السنة هي الحصاد، يعني تعبتوا كان في حصاد واضح بشهر 4، يمكن أول الإنجازات. يس، بشهر 4 السنة الماضية كان في عنا إصدار لإستواني سيدي دي في دي. هو فيلم من مخرج ألماني اسمه لوتي راينجر، بتصادف محبب، كان معمول ب 1926. هو فيلم خيال الظل، اسمه مغامرات الأمير أحمد، بيحكي عن ألف ليلة وليلة. هلا كان موسيقى وايز، هو احنا الثلاثة كان معنا خماسي جاز، وعملنا هذا برودكشن مع المعهد العالم العربي بباريس إنتاج. والخبر كتير حلو انه كان ذا ألبوم اوف ذا يير السنة الماضية، نقوا فرانس ميوزيك، فكان ألبوم ناجح، يعني بنقدر نحكي كتير حلو. عم هلا رح نشوف كيف معظم الانجازات عم بتكون تقدير لموسيقيين من قامة رفيعة بأوروبا. ذكرت انت مرة باللقاء السابق انه عندهم بأوروبا لما هدول الفرقة يعزفوا بهذا المكان، يعني هم واصلين مرحلة معينة، فالكل كل العيون بتصير عليهم. بدنا نحكي عن اختياركم ايضا باختيار الموسيقى للمتحف بالجنوب الفرنسي، وتعطينا هيك تفاصيل عشان نشوف مع بعض الفيديو. بشهر 6 السنة الماضية تم افتتاح أكبر متحف بجنوب فرنسا بمدينة مارسيل، اللي هي كانت عاصمة الثقافة بأوروبا السنة الماضية. المتحف عبارة عن 40,000 متر مربع، فيه قاعات معارض، فيه قاعات موسيقى، فيه يعني كالتشرال سنتر كبير. احنا كتير فخورين بالمشروع هذا، لأنه تم اختيارنا عندهم كل الموسيقيين الموجودين بأوروبا وبفرنسا بالذات. لنعمل حفل الافتتاح. حفل الافتتاح كان إشي مخصص إحنا بنيناه، كان عندنا يعني كنا مدراء فنيين للمشروع ومؤلفين وبروديوسرز كمان. بالمشروع هذا كنا إحنا موجودين ثلاثة، كان معنا 6 موسيقيين من فرنسا، واحد منهم كوبي، it's a big band يعني. فعنا ساكسفون، ترومبون، ترومبت، بيانو، كونترباس وبركاشن، وعزمنا الديفا تبعت الفلامينكو استريا مورينتي. كان نشيط 3500 شخص تقريبا قدام المتحف على شط البحر بمارسي، كانت ليلة كتير حلوة.
وعملت أصداء كتير عظيمة. حتى بعدين النقاد حكوا عنها أنه الصوت تبع الخوري بروجكت اليوم بذكرنا بصوت ديوك إلينغتون. أها. فإشي كتير حلو طبعا، والتقدير أحلى كمان. Thank you. وإحنا جبنا لكم فيديو صغير هيك نحطه اليوم، شوف الأجواء. كنتوا نقلونا هلا لجنوب فرنسا، خلينا نشوف مع بعض كيف كانت الأجواء. يعني الأجواء اللي شفناها هي أكبر دليل قديه عم بيكون في تفاعل حلو من الجمهور. برضو بدنا نحكي عن إنجاز مهم وهو مشاركتكم مع روبرتو ألانيا اللي يعتبر في كثير يمكن أوساط بيعتبروه هو وريث أحد أكبر الموسيقيين والعازفين. تحكي لنا أيضا عن هالتجربة. مزبوط، روبرتو ألانيا هو أهم واحد من أهم تينورز، فايف تينورز هلا بالعايشين بالعالم، وهو الوريث الفني لباباروتي. بدنا نحكي مشروع جدا مهم اللي كان الاول كونسرت تبعته عملناه بفستيفال دي ميوزيك ساكرير اللي هو مهرجان موسيقى الروحيه بفاس بالمغرب السنه هاي. كان بضم هذا المشروع اريا كلاسيك واريا روحيه، برضو كان في عندنا كمان اغاني من نابولي من نابولي ومن سيسيليا برضو، وكان في مؤلفات وكان في مقطوعات موسيقيه انسترومنتال. بدنا نحكي بروجكت هذا ان شاء الله حيطلع بمارش السنه الجاي سي دي دي في دي، لانه تصور حفله لايف. وبنقدر نحكي انه هذا بروجكت فريد من نوعه، لانه ما كان في تجارب قبل اوبرا مع موسيقى شرقية. صح. والموسيقى الشرقية بنقدر نحكي اللي هو كمان الستايل تبعنا اللي هو فيه فلامينكو وجاز، فهو هو الاسم بروجكت أصلاً ميديترانيو. فالصوت كتير ميديترانيو يعني. حلو حلو. جاهز الفيديو نشوفه لأنه أسامة عم بيعطينا تفاصيل حلوة. جاهز؟ يلا خلينا نشوف مع بعض. Thank you.
l'cuore mi scricchia, a pica 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 pica, ai 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 ai, moro 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 moro, sono del lume con i lavori mio sì tu, ai 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 ai, moro 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 moro, sono del lume con i lavori mio sì tu. واو، يعني أجواء أكيد ما رح نشوفها بأي مكان أو من أي أشخاص. لا ممكن، ليش ما نشوفها بأي مكان؟ يعني ممكن نجيبه على عمان. صح مزبوط، نفس الأشخاص حيكونوا بعمان. صح هلأ رح نحكي كيف بيقدروا يعيشوا نفس الجو أحلى بما أنه بعمان. بس بتحكي لي الناس ما كانوا مصدقين إيش عم بيسمعوا، كيف كان تفاعل؟ لأنه روبرتو مغني أوبرا كلاسيك والصوت اللي نعمل كان أوكي. بيسيكلي مفاجأة للجمهور، يعني كانت مفاجأة كبيرة للجمهور لأنه انتقلنا فيهم من موسيقى روحية لموسيقى كلاسيك لنابولي لسيقليا. ما عرفوا ايش عم بيسمعوا بس عاجبهم اللي بيسمعوا. عارفين هم اكشلي لأنه بيشوفوا قاعدين كل العناصر انه عم بيشوفوا انه هي شيء عم بيطلع. بس اللي عملناه ما مش انه بس عزفنا الموسيقى مثلا الأغاني النابولي الموجودة، ألفنا أجزاء من الأغاني. يعني بيغني هو بدل ما نعمل الموسيقى الأصلية تبعت الأغنية مثلا بنحط موسيقى عربية محلها مثلا أو موسيقى من المتوسط. حلو كثير. هلا وصلنا كومنتس بيقولوا لنا الناس عادة احنا ما بنسمع لا أوبرا ولا بنسمع موسيقى شرقية. بس حبينا الكومبينيشن. بس هذا البروجكت لا، إنه زي ما بيقولوا بالفرنسي سافولكو، يعني محرز إنه نسمع شيء جديد زي هيك. حلو، إضافة نوعية، وهذا كان هدفكم وما زال إنه يصير عندكم عنصر جديد بالموسيقى اللي بنسمعها. إليا، بدنا نحكي عن الأسطوانة، وهي بدنا نركز عليها لأنه اسمها رؤية كمان. بالضبط، هي تصادف هذا هيك بس زبط، يعني احنا بنحب رؤية فهمي. خبرنا عن هلا عمان اللي اليوم رح يكون في حفل برضه. بالضبط، ريفيليشن او رؤية بالعربي، موجودين على السي دي احنا الثلاثه، معنا عازف بيركاشن كوبي وكونترباسيست، عازف كونترباس وعازف بيركاشنست كمان شرقي. الاسطوانه كلها من مؤلفات الاخوه خوري، وفيها كتير الوان منوعه كتير، وبس عندنا مقطوعه واحده مش من مؤلفات الخوري، من مؤلفات باكو دي لوثيا، عازف الجيتار الفلامينكو العظيم جدا اللي ترك هاي الدنيا راح لعالم اخر بشهر 2 توفى. هاي الاسطوانه زي ما عم تسمعيها انت هلا رح تسمعيها اليوم مساء على المسرح. يا عيني، انا عجبني الرابع عشان بعرف ترجمته بالاسباني سويرتل. الحظ هو اكثر نصيب بالعربي. النصيب ان شاء الله يكون نصيبكم كمان حلو دائما بالموسيقى. نصيبنا حلو انه احنا شفناك كمان مره. ثانك يو. شكرا اسامه. سريعا، على الساعه 8 اليوم، على الساعه 8 بمسرح ترسانت الثقافي. على الساعه 8. طيب بدنا تستفزونا هيك الناس شوي، انه شو رح نشوف؟ انا كنت بتوقع انت تستفز الناس اكثر من هيك، لكن عليك كنا شوي بدا استفز الناس. بقولكم انه البوم جديد طلع بشهر 10 باي ذا واي، حيكون موجود اي تيونز، موجود هلا. اذا بدكم اكثر معلومات عن الالبوم بتشوف الخوري بروجكت الفيسبوك بيج او الويب سايت. بس عن الالبوم هذا بنقدر نحكي انه البوم مش متواضع جدا، لانه عم نقدم فيه ستايلات جديده. أوكي. حتى الكريتيك اللي كتب عن السي دي بقول لك انه في ستايل اسمه خوري. 10 سنين من هلا العلماء بلشوا يحكوا عنه. واو، ان شاء الله. فعم نقدم ستايل جديد وفي تكنيكات جديده وكثير قوالب جاز وفلامينكو جديده. حلو بالالبوم. يعني شيء بيشرف صراحه اللي عم بتقدموه. ختاما إليا، هو خلص الوقت والمخرج بدا يعصب، بس بتحس إليا يعني معظم شوي الانجازات عم بتكون، عم نحكي عن فرنسا شركه المانيه وما الى ذلك، بتحس شوي الموضوع هون لساته يعني دخولي بروجكت مش ماخذ حقه، ولا من خلال هيك حفلات من خلال حملات اعلاميه عم ممكن يصير تركيز اكثر؟ الحقيقه انه مثلا احنا حفلتنا اليوم بعمان احنا متوجهين على الشارجة. يوم السبت عندنا افتتاح معرض كبير بالشارجة مع برجيل فاونديشن، مؤسسة برجيل، مع الشيخ سلطان، لفنان عالمي اسمه مروان قصاب باشي، عايش ببرلين. عاملين له توأمة، يعني عاملين له متحفين بنفس معرضين بنفس الوقت. ولأنه ناس كتير بتقولنا ليش ما بتيجوا على عمان، ليش ما بتيجوا على عمان، فقررنا نعمل ستوب أوفر بعمان ونعمل حفلة هاي اليوم.
حلو حلو. بس بنتمنى انه ننعزم اكثر على عمان، لانه بنروح وين ما كان قاعدين بس ما عم بيجينا انفيتيشنز لعمان. بس احنا بنحب عمان و... بس فينا نحكي برضه ثانك يو لرؤيا، لانه احنا كل مره بنكون بعمان مستضيفونا، هذا واجبنا نضوي احنا على الاشخاص اللي عم بيقدموا موسيقى مختلفه وعلى مستوى عالي جدا. بدي اشكرك اسامه خوري وإليا خوري وباسل برضه بانسينا المشاكس وصلوا لنا تحياتنا له. شكرا لكم وفائين اليوم على الساعه 8 بترسانتا، كونوا موجودين واستمتعوا بموسيقى ما رح تسمعوها اي مكان غير من The Khoury Project. احنا مكملين معكم بعد الفاصل.